اندلعت اشتباكة بين مؤيدي رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ومناصري خصمه السياسي رئيس فابيو غاديا في العاصمة مناغوا. الاشتباكات تأتي في عقب إعلان المجلس الانتخابي الأعلى في نيكاراغوا فوز رئيس المنتهي ولايته دانيال أورتيغا بولاية ثالثة في الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، فيما رفض فابيو غاديا النتائج منددا بحصول عمليات تزوير. وأفاد المراقبون الدوليون بوجود بعض العقبات التي اعترضت عملهم وبتسجيل بعض التجاوزات في بعض المناطق، إلا أنهم لم يشككوا في نتائج الانتخابات.